يبقى يتخيل في زس يستورد كبش الرومان والنجدع متاع عصبان. زريبة فيها برشا سر وبرشا دروس. حقو حقو تنو ليها وزير وتنو سارح في الوزارة. تجمعوا منذ فجر اليوم في جبل سمامة، نصبوا الخيام وأشعلوا النيران استعدادا لعيد الرعاة في دورته الثالثة، عيد العادات والتقاليد، عيد الشعر والغناء، هدفه واحد وهو إعادة الاعتبار إلى الراعي. عيد الرعاة يحافظ على بساطة حياة الرعاة، يعني أردنا أن نحافظ على تلك الروح الجميلة التلقائية للرعاة، الانطلاق إلى المراعي إلى الهضاب والملولية والترق. لذلك حضرت معنا الفنانة زهرة لجنف والعازف القموري وسام بكر وأيضا محرز العبيدي الذين سيرتجلان بعد قليل بعض الأحزيج المستوحاة من جبال القصرين. نحب نشوف معناها رعاة من كل مكان، أو الناس اللي كتبوا على الرعاة أو اللي اهتموا بالرعاة أو موسيقى الرعاة، لأنه موجودة موسيقى الرعاة.